هذا ياخذني الى انك خذت تجربه اثناء وجودك في جورج تاون في واشنطن بوست، صحيفه واشنطن بوست. إيه كان في واحده من 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 المواد انك تروح تتدرب مع الطلبه. احنا يعني في الماجستير هناك في جامعات زي هذه ما يكون طلبه كثير، تقريبا بين 8 الى 12. انك تروح اجزاء منها تجربة. انك تروح يعني زي ما رساله الجامعه سويتها هنا، هناك يروحون بس مو برساله مو في الجامعه، في واشنطن بوست. كيف شفت التجربه وكيف تصفها؟ والله خلايا نحل هناك، يعني في جريدتين كبار في واشنطن، في واشنطن بوست وواشنطن تايمز، كل واحدة هلال ونصر، يعني واحدة ليبرالية وواحدة محافظة جدا. جامعتنا كانت ليبرالية أكثر، بدل الواشنطن بوست تبعهم يعني. يعني هو يعلمونك أخلاقيات العمل أكثر من المهنة نفسها أهم، يعني مو يعني كيف التسلسل الإداري، كيف الصحافة الاستقصائية، كيف تصيغ الخبر، كيف ان الاعلام وين توجهها مستقبلا، كيف ان الادوات مختلفه ولكن الاعلام ثابت. هذه كلها يعني الواحد استفادها. وصادف الوقت اللي كنت هناك انتخابات عام 92، انتخابات الامريكيه الرئاسيه عام 92. وكان من ضمن المهام ان احنا نتابعها. كانت بين كلينتون وجورج بوش. كلينتون كان صرعة في الطريقة الجديدة في الإعلام الجديد. نعم. طلع في برامج توك شو، طلع يعزف السكسفون، يعني كسر قواعد كثيرة، كسر طلع بالنسبة للرئيس الأمريكي، بدأ يروح للشباب الصغير. نعم. يستهدف ما يروح للنخب السياسية وللناس المتعلمة، هو دارج أول على كل الناس. نعم. وكانوا كل الناس في العالم كله يرون أن جورج بوش هذا لا يمكن هزيمته، شخص أحسن خبرة رئيس بتاريخ أمريكا. يمكن جورج بوش الأب كان سيناتور، كان طيار، سقطت طيارته في الحرب، خارج من حرب منتصر، كان في السي آي اي، كان بالسيناتور، كان نائب رئيس، كان وزير، وجاء وفاز في وانتصر في حرب الخليج، وكان هو نائب ريغن في انهيار الاتحاد السوفيتي. يعني كان هذا الحلم.